تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين، أقامت وزارة الخارجية ندوة حول جهود دولة الكويت في رعاية كبار السن، والتي تأتي ضمن الخطة الخمسية لبرنامج عمل الحكومة في مجال حقوق الإنسان. لقد نصت المادة 11 من الدستور الكويتي على أن تكفل الدولة المعونة الاجتماعية للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، إلى جانب اعتماد قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين. كما تم إنشاء أجهزة حكومية متخصصة لرعاية المسنين. دعوات لتشريعات وقوانين إضافية لرعاية وتأهيل المسنين للاستفادة من خبراتهم في مجالات الحياة المتعددة، والتي تساهم بشكل كبير في تنمية المجتمعات والدول. لابد من الدول أن تتبنى استراتيجيات وسياسات تعنى بكبار السن، سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى نظام العمل أو على مستوى الرعاية الصحية، وتوفير البيئة المواتية لهم لكي يعيشوا ويكونوا منتجين داخل المجتمع، منتجين بخبراتهم، منتجين بأفكارهم، ومنتجين بتعاونهم ودورهم الاجتماعي داخل المجتمعات. كبار السن هم الركيزة الأساسية في المجتمعات الحية المنتجة، والذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بالنهضة الحقيقية التي أساسها التنمية البشرية قبل بناء المدن والإنشاءات. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.